فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تصلى سنة العشاء في الجمع بسبب المطر؟ وهل يسبح لكل صلاة؟ هل تصلى سنة العشاء في الجمع بسبب المطر؟ نعم، سنة العشاء تصلى بعدها، لكن كلام في سنة المغرب، لأن المغرب صليت مع العشاء. هل يصلي سنة المغرب بعد العشاء قضاء؟ ظاهر والله أعلم أنه يصلي ركعتين ويكفيان عن راتبة المغرب وعن راتبة العشاء. نعم. يقول: وهل يسبح لكل صلاة؟ كيف يسبح لكل صلاة؟ يعني بعد الفراغ، بعد السلام، يعني يأتي بالتهليلات ويأتي بالتسبيح والتكبير والتحميد 33، ويكفي عن الصلاتين، يتداخل هذا مع هذا. نعم.